الحسيني احييك حسام. اسمح لي احنا متحمسين كثير اليوم بدنا اجابه. انت محلل فني، احكي ابعد لنا اليوم عن الفنيات واحكي لنا شو اللي عم بصير بالسوق. لا لا اوكي، هو الحركه اليوم مفاجاه. اوكي النزول ربما كان يعني كان المعظم متوقع عمليه نزول، خصوصا بعد اداء السوق السلبي يوم الخميس وجلسه الاحد وجلسه امبارح، كان هناك بعض الضعف بين بالسوق، فكان على بناء عليه كنا نتوقع انه بعض عمليات الضغوطات، ولكن لم نكن نتوقع انه نشوف ضغوطات بالحجم وبالكيفيه اللي شفناها اليوم، ولا سيما انه السوق تخلى عن مستويات كانت المفروض انها يعني مستويات محرمه، يعني الحديث مثلا عن مستوى 5000 في سوق دبي، انا شخصيا ما كنت اتوقع انه المؤشر يقدر 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 يخترق دون هذا المستوى. العماله بيصير في عندنا عمليات بيع عاطفيه من قبل صغار المتعاملين بشكل عام، لانه كل ما بنشوف عماله سهم عماله بتخلى عن مستويات كانت مفروض انها مستويات دعم له، عمالنا بنشوف البيع على 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 الماركت يعني وبشكل سريع. بس ايضا في بعض كانوا مقررين قبل الجلسه، بتصور انه العمليات البيع بدات تتصاعد بعد النصف الاول من التداولات. اكزاكتلي، عشان هيك انا بقول لك يعني السوق كان مجهز حاله للنزول، لو كان اليوم شفنا نزول ب 1% 1.5% ما كنا كثير حنكون زعلانين او كثير حنكون يعني عمليه البانيك اللي عمالنا بنشوفها، ولكن بمجرد انه شفنا اول شيء السوق فقد يعني ما كان عمليه ارتدادات واضحه بالسوق، ما كان مبين في السوق اليوم في نيه لعمليه ارتداد او امتصاص عمليه الضغوطات البيعيه، بمجرد ما السوق شفنا نزول وما شفنا رده فعل ايجابيه من السوق، شفنا تخلي عن مستويات مهمه لا سيما مستويات المؤشر واسهم الثقيله كعمار دبي الاسلامي وارابتك، شفنا عمليات البيع عمالها بتتصاعد. هذا من جهه، من جهه اخرى برضو عمالنا بنشوف بعض الحديث عن عمليات بعض التسهيل لمارجن كول على نطاق ضيق، خصوصا لبعض مكاتب الوساطه او بعض البنوك اللي كانت معطيه ليفرج 3 إلى 1. اسمح لي حسام ممكن نرجع لمؤشر دبي ممكن في اي لحظه يخترق عندك ال 4900 نقطه هبوطا، ممكن الزملاء يعطوني سوق دبي عندك على 4907 4906، احنا عندنا كسرنا ال 5000. خلينا نحكي فني، 5000 ممكن حاجز نفسي، خلينا على الفنيات وشو متوقع لها حسام اليوم انها تاخذ معنا السوق فعلا لو اخترقنا ال 4900 هبوطا. عندنا العديد من المستويات المهمه اللي عمالنا بنشوفها اليوم مستناها بالسوق دبي، ومتوقع انا شخصيا انه نشوف السوق يصمد عليها، اولها ربما 4850 4750 واخرها 4500. يعني هاي المستويات انت بتعرف انه اختراق اي مستوى يفتح مجال امام اختبار المستوى التالي، ولكن ما اعتقد انه هذا راح يصير. اليوم لما نحكي انه المؤشر ينزل لغايه مستويات ال 4500 بدنا نحكي الاسهم الثقيله يعني تتخلى عن ارباح كثيره، يعني بتحكي لك انت لازم يكون كمان 15% هبوط على سهم زي اعمار او دبي الاسلامي. انا شخصيا كمتابعين لحركه سوق وكتحليل حتى اليوم لآليات الجلسة مين عماله ببيع رولا، مش عمالنا بنشوف اللاعبين الكبار او المؤسسات الكبيرة مش عمالنا بنشوفها عمالها تعمل تخارج من السوق، ولا سيما ايضا انه احنا لا ننسى انه الصورة العامة ما بدنا نغفل عنها، الصورة العامة بسوق ما زالت ايجابية، هاي الايجابية كانت احنا ما بدنا تطمينات الأربع. بس حسام لا مش ما يفكروا الناس احنا بنطمن، بدنا نوضح احنا بلشنا السوق عندنا حركة فنية مفروض من التراجع توقعناها بحدود 2%، صاحبت عمليات التراجع حالة بانيك او ذعر في السوق وراحوا عندك العالم وباعوا اكثر. اعطينا بالضبط اللي هلا بده يتابع بيعرف شو اللي عم بصير بالسوق، اعطيه بالضبط التفاصيل حسام، فسر لهم يصبروا يتأنوا ينتظروا للغد ماذا يفعلون. اوكي هلا بشكل عام احنا اذا محل احنا دائما السوق هو اللي بحركنا رولا، حركه السوق احنا ندرس حركه السوق مش بس حركه السعر ونوعيه الكواليتي تاعت هذا السعر. انا اليوم لما بحكي لك في عمليات مارجن كول بعض الاسهم، في عمليه بانيك من صغار المتعاملين وبيع على السوق، وفي نفس الوقت مش عمالنا بنشوف تخارج للمؤسسات الكبيره واللاعبين الكبار بالسوق اللي هم اصلا شايلين السوق حتى اللحظه، فعمال بفترض الاحتماليه الاكبر بناء على هاي المعطيات انه مش حنشوف عمليه التراجع مستمره بالاليه اللي عمالنا بنشوفها هيك، وهذا لا يعني انه مش هنشوف بعض التراجعات. فانا شخصيا عم بقدر انه نشوف قمه النزول هاي اللي عمالنا بنشوفها مستويات ال 4800 بحد الاقصى، ومجرد ما نشوف عمليه البيع لانه نحن نعرف عشان الارتداد لازم نشوف اول شيء. طمنا يا حسام طمنا، اشترينا عرابتك على اعمار شو ما اشترى، مش انا طبعا اللي اشترى يستنى شوي ولا لا؟ طمنا يعني رولا عمالنا بنحكي اليوم الاسهم الثقيله احنا بتهمنا خصوصا في هاي المراحل، اعمار دبي الاسلامي ارابتك لسه هاي الاسهم بعيده فقط 10 ل 12% بس من مستوياتها الاعلى. جميل. وهي هاي الاسعار اوريدي كسبانه 500% من ادنى مستوياتها، فاليوم لما احكي راجع 10% من 500% ارباح ما بحكي عن عمليات خلص تخارج بالسوق نيالو. عمليات نيالو يا حسام اللي اشترى لما من ادنى مستويات طلعت معه 500% وبشكرك. لا حسام مش مشكله، معك فرصه شكرا لك يا حسام، شكرا جزيلا لك.